قدموا مباراة رائعة وأداء طيبا، عجز معين الشعباني من خلال استخدام أوراقه الرابحة في إدراك هدف التعادل. الحكم كان متميزا للغاية وأدى مباراة عادلة بنسبة 100%، لم يظلم نادي النادي المصري. النادي المصري أدى أداء مشرف على عكس نادي بيراميدز الذي خرج بشكل سيء للغاية وما كانش موجود أمام نادي مازيمبي الكونغولي. وبالتالي المسألة، المشهد الأخير واللقطة الأخيرة من لاعب النادي المصري ليس لها محل من الإعراب. أنت كده عملت اللي عليك، أديت في حدود إمكانياتك، في حدود قدراتك، حاولت أنك أنت تعمل حاجة كويسة وما قدرتش تدرك التعادل. ماتش كورة ما فيهوش اي حاجه سلبيه ولا اي حاجه سيئه. بعض المعلقين بيحاولوا يصوروا المباراه على ان في ظلم تحكيمي، وخاصه معلق اون سبورت في الاذاعه، يعني سمعته كده صدفه 5 دقائق ولا 3 دقائق. مساله لا، انت لعبت مباراه، اديت في حدود امكانياتك، عملت اداء مشرف على عكس اداء مازيمبي. ميزانيتك لا تقارن بميزانيه بيراميدز اللي النهارده ما كانش موجود امام مازيمبي خالص. يبقى ان النادي الاهلي هو نواره مصر وبيشرف مصر في المحافل الدوليه والمحافل الافريقيه، والفريق الوحيد الذي سيكمل الى الدور قبل النهائي. الزمالك ودعه مبكرا من دور المجموعات، خرج اليوم فريقين في الكونفدرالية. بيراميدز رغم إمكانياته الضخمة لكن أداؤه كان سيء للغاية، سيء للغاية. الحكم التونسي صادق السلمي اليوم أدى مباراة رائعة وحكم عادل مليار في المية، مليار في المية. لك وعليك وادالك حقك، أنت اللي إمكانياتك مش قادرة تتعادل، أنت اللي مش قادر تعمل حاجة كويسة. فالبلطجة اللي احنا شفناها في الاخر دي والسلوكيات اللي في الاخر دي ومحاولة الاعتداء على الحكم امر يسيء للنادي المصري ويسيء للكرة المصرية. وانت يعني خليت شكلك وحش وخليت شكل الكرة المصرية وحش بمحاولة البلطجة. نهضة بركان سيواجه مازيمبي يوم 8 او 9 ابريل و 14 او 15 ابريل في لقاء العوده. اورلاندو بيراتس هيلاعب اهل طرابلس اللي لاول مره بيتاهل، كسب اليوم الاتحاد الليبي، اول مره بيتاهل من سنه 84 اظن او 81، اول مره بيتاهل. منورني يا حاج سعيد، والله يا ابو خلف يا غالي، اول مره بيتاهل في لمثل هذا الدور. فبالتالي هيلعب مع اورلاندو بيراتس اللي كسب بمجموع المباراتين سيمبا التنزاني 4-3 وتأهل هو الاخر. النهاردة الكونفدرالية بتتحسم، النادي الاهلي خلاص هيواجه وفاق سطيف، والوداد بقى ربنا يكرمه. فعلى الجانب الاخر يعني هيلعب بترو اتلتيكو، وبترو اتلتيكو ده اللي خرج مين؟ خرج سان داونز، كسب في ملعبه 2-1، اتعادل خارج الديار 1-1 وخرجت سان داونز. ويستمر النادي الاهلي سفيرا لمصر وسفيرا للكره المصريه، وبل يعني حاجه كده جميله لو فاز بالثالثه باذن الله ربنا يكرمه ان شاء الله. من خلال ابدا بس معاك كده، من خلال اداء مازيمبي النهارده، اداء بيراميدز امام مازيمبي، نال مستر ايهاب جاليليو غضب الراي العام المصري كلهم النهارده محل سخريه من تصريحاته الغريبه جدا. قال لك الحكم ساعد مازيمبي على تحقيق الفوز وجميع قراراته كانت لصالح مازيمبي. صراحه برضو الحكم كان فير، وضربه الجزاء اللي اتحسبت على نادي بيراميدز سليمة، احمد فتحي رافع ايده وكده والكرة جاية له هنا فضرب الجزاء، وكمان جت في العارضة، هدفين سليمين. انت في الشوط الاولاني ما رحتش اصلا، ما كنتش موجود اصلا، كنت مختفي، كنت مرفوع من الخدمة، فبالتالي بتعلقها على الحكم. لكن لما يجي يقولك بقى ايه، قالك مع المنتخب الوطني لن نلعب على مثل هذه الأرضية استاد مازيمبي أو مع هذا النوع من الحكام. إيه يا كابتن، وأنت فاهم نفسك على رأي فناننا الكبير نبيل حلفاوي، وأنت فاهم نفسك إنك هتروح تلعب في أوروبا ولا هتلعب النرويج ولا السويد ولا كده؟ لا، ده أنت هتلاعب فرق إفريقية تلاقي ملاعب أسوأ من دي، ده كأس الأمم كان فيها ملاعب أسوأ من دي، كان فيهم ملعب فيه حفر. فانت جاي النهارده تقول لي لا الملاعب ديت وحشه والحكام دول، طب هيجيبوا لك حكام منين؟ إيه؟ ما ده نفس الحكم اللي حكم مباراه مصر والسودان، والحكم بقى شماعه دلوقتي لكل حد، بقى شماعه لكل حد، فاشل فنيا. فالنهارده وبعدين يقول لك ايه، انا اعترضت بالامس على تعيين هذا الحكم.
اول حاجه انت مش من حقك انت اللي تعترض، اللي بتعترض الاداره، والاداره ما قالتش اي حاجه في سكه الاعتراض، لا طلعت بيان ولا باع ولا قالت كلام ولا اي حاجه. والاحتجاج لا يغير الحكم، ما الوداد احتج على امين عمر ما بيتغيرش، بتثبت موقف وخلاص، لكن الحكم ما غيرلكش نتيجه. انت النهارده بيراميدز يعني بصراحه كان فاشل 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 النهارده، ولعيبه خدت ملايين. ورأي صديقنا العزيز الكابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي قال لك رمضان صبحي يلعب كره ليه وهو بياخد 100 مليون؟ مسك 100 مليون في ايديه مره واحده. طب في النادي الاهلي رواتب اقل من رواتب اللعيبه في بيراميدز، واقل من بعض اللاعبين في نادي الزمالك، النجوم الكبار نجوم الصف الاول. فبالتالي الاهلي مصنفه فئه اولى فئه ثانيه فئه ثالثه، وعنده شكل في المساله دي. فبالتالي اللي عمله وهاب جلال النهارده ده وتصريحاته ديت اثارت الغضب الشديد، وقال لك انا اعترضت على اعترضت على الحكم. المهم يا اب جلال، كل الناس بتطالب اتحاد الكره بالتراجع عن قرارهم بتعيين اياب جلال مديرا فنيا، لانه راجل لا لعب دولي لا احتك بافريقيا لا عارف حتى ملاعب افريقيا شكلها ايه، بدليل تصريحه ده قالك مش هيلعب على ملاعب زي ديت وحاجات بالشكل ده. فاياب جلال يستحق التراجع عن قرار تعيينه من الساده المسؤولين في الاتحاد المصري لكره القدم الحاج جمال علام ورفاقه. ما تزعلوش، ما فيش حاجه اسمها ما تنزلش المره دي، لا تنزل، ما يجراش حاجه انها تنزل المره دي، تنزل مرضي وعادي. وهو لو انا منه يرفض انه يكمل ليه؟ لان الفشل ينتظره. بعدين ده كابتن حازم امام النهارده قال تصريح خطير جدا، قال لك ان احنا ان شاء الله نتاهل الى كاس الامم. وانت كابتن حازم مش عاوزنا نتاهل واحنا معانا اثيوبيا وغينيا وملاوي وبيتاهل فرقتين؟ ده تبقى مصيبه سودا لو ما تاهلناش، ده تبقى مصيبه سودا لو ما تاهلناش. كلام ما يخشش العقل وليس له محل من الاعراب. بين كابتن حازم برضه قال لك ايه؟ لم اعترض على ايهاب جلال، ما عنديش مشكله معاه، انا اعترضت على مبدا المدرب المصري. لا، المفترض انك برضه تعترض على ايهاب جلال لانه رجل لا يمتلك الخبرات الافريقيه. كابتن حسن شحاته لما مسك كان عامل عدد من الانجازات، كان صعد بست فرق من الممتاز ب للممتاز الف، كان كسب مع فريق منتخب الشباب بطوله افريقيا، كان شارك كاس عالم، كان عمل نتائج كويسه، كان كسب الاهلي في نهائي كاس مصر وكسب الزمالك في السوبر المصري. فبالتالي كل ده كان فيه انجازات له، لكن ايهاب جلال رجل لم يعرف طعم البطوله. وانت وصلت للمحطه الاخيره بضربات ترجيح مع المنتخب، في الصعود لكاس العالم ضربات ترجيح، في نهائي كاس الامم ضربات ترجيح، وقبلها خسرت من الكاميرون في 2017. اذا انت عاوز واحد يعمل لك التاتش الاخير اللي يكسبك بطوله، لكن يعني اهو معلش بقى يعني ايه، قدرنا كده وهنشوف الايام القادمه هل سيتم التراجع عن هذا القرار ام لا. طيب، لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. يجب ان نهنئ نادي الزمالك على فوز فرقه الطايره ببطوله الكاس النهارده، صديقي الغالي بيفكرني، و كسبوا الاهلي النهارده، وما اعرفش الاهلي في كره الطايره ماله، يعني في اليد جبنا راجل اجنبي، في الطايره هنجيب كمان اجنبي. لازم النشاط الرياضي خالد العوضي في النادي الاهلي يفوره، ونادي الزمالك متفوق في الطايره ومتفوق في كره اليد على النادي الاهلي في هذه الاونه. واليد جابوا مدرب اجنبي عشان كاس الكؤوس اللي هتقام في النيجر الشهر المقبل والسوبر الافريقي. فعندك فرقه الطايره في نادي الزمالك النهارده حققت فوز كبير جدا على النادي الاهلي، وجب تحياتهم على هذا الفوز الكبير.